لم يكن مصطفى بن خميسة يظن أن اليوم الأخير في العطلة سيكون شاهداً على اقترافه جرماً كبيراً. في 26 من غشت من العام 88 900 وألف، ودع والدته وإخوته وانطلق قافلاً إلى فرنسا، حيث يقيم منذ العام 88 900 وألف. انطلق فجراً برفقة أحد أبناء عمومته يقيم هو الآخر في فرنسا. كان دوار البرحلة القريب من بنجرير يغط في نوم عميق. كثيرون هم الذين يجدون للنوم حلاوة خاصة في ساعة الفجر تلك، لعلها حرارة الصيف. عانق والدته، عيناها تدمعان كما دمعت عيون إخوته وأخواته، يعلم أنها لحظة الفراق. خلال السنوات الماضية أيضا لما كان يغادر دمعت عيونهم ودمعت عيناه، ثم بعد بضعة كيلومترات تهدأ نفسه ويتحول كل تركيزه على الطريق وكل تفكيره إلى ما بعد العبور واجتياز المضيق. الذي يرافقه واسمه اليزيد كان قد استقر في فرنسا منذ 4 سنوات بعد زواجه من امرأة عمرها 3 أضعاف عمره. لم تأتي معه إلى بنجرير حيث تسكن عائلته. قيل إنه يحرص على ألا ترافقه حتى لا يقال إن اليزيد ولد الحاج العربي تزوج عجوزا من الغابرين طمعا في أوراق الإقامة. هو يعلم مع ذلك أن كل معارفه وأقاربه يعلمون طبيعة زواجه ذاك الذي لم يفقد 4 فتيات من العائلة أمل أن يأتي لخطبة إحداهن واصطحابها معه إلى فرنسا. ربما قيل له تلميحا وإشارة أن شابا في مثل عمره، ولم يكن وقتها قد تجاوز 26، تتمناه زوجا أجمل فتيات العائلة. كان قليل الكلام خجولا. لما وصل إلى مستوى ولاد حسون لم تكن الشمس قد أشرقت بعد. كانا منهمكين في حديث عن العطلة التي ولت وعن الذي ينتظرهما هناك في فرنسا. قال مصطفى إنه سيجد في صندوق البريد من الرسائل ما سيشغله أسبوعا كاملا على الأقل، ومضى يذكر ويعدد الإدارات والمكاتب التي سيتعين عليه أن يطوف بها. كان اليزيد يحرك رأسه موافقا، ثم في لحظة صاح: احذر احذر. بقرتان نطتا إلى الطريق، احتكت العجلات محدثة صوتا رهيبا رافق الفرملة المباغتة. استطاع مصطفى أن يتفادى البقرتين. رآهما اليزيد تعدوان في الحقل المترامي الأطراف جهة اليمين، ثم سمع صدمة قوية. التفت إلى مصطفى فرآه ممسكا بالمقود بقوة وهو يعض على شفته السفلى. اهتزت السيارة قبل أن تقف، ثم انتبه اليزيد إلى أن مصطفى صدم رجلا، لعله كان يجري خلف تلك البقرات. نزل فرآه وقد تكوم على نفسه على جانب الطريق. أسرع نحوه على عباءته المخططة بالأسود بقع دم. كان يتنفس. نزل مصطفى بعد أن ركن السيارة على جانب الطريق وشغل إشاراتها الضوئية. لما وصل كان الرجل يسلم الروح. إنه يموت، قال مصطفى. ماذا سنفعل؟ سأل اليزيد. التفت مصطفى ذات اليمين وذات الشمال. لا أحد يبدو في الجوار، لم تمر أي سيارة. نظر إلى اليزيد: هل تريد أن تسجن أم تريد أن تعود إلى فرنسا؟ لم يكن لديه من الوقت ما يتيح له التفكير. بسرعة قال إنه يريد أن يعود إلى عمله في فرنسا. اركب إذن. لم يحدث أي شيء. جاء إلى السيارة وقد التفت مرات كثيرة جهة ذلك الشاب الذي صدمه مصطفى بسيارته. كان لا يتحرك. انطلق مصطفى بسرعة جنونية. ظل صامتين. لاحظ مصطفى تلك الصفرة التي علت وجه اليزيد. لم يكن من صوت سوى ما يأتي من المحرك. لما اقترب من صخور الحمنة صادف حاجزا للدرك. طلب من مصطفى أوراق سيارته، ولما تثبت الدركي منها أعادها إليه وأذن له بمواصلة الطريق. لما تجاوز الحاجز نظر اليزيد إلى مصطفى.
ربما أراد أن يقول شيئا ولكنه عدل عن ذلك. لقد صار بعيدين الآن عن أولاد حسون. قال مصطفى: اسمع ابن العم، ينبغي أن يظل ما حدث سرا بيننا، لا تنسى أننا شريكان في الذي حدث. لم يرد اليزيد بل أطرق يفكر: هل سمعت؟ ينبغي أن نقبر الذي حدث هنا. كانت نبرته تكشف حالة النرفزة التي بلغها. لا تخش شيئا، لن يعلم أحد. كذلك قال اليزيد، من نبرته يفهم أنه خائف. أكثر من مرة ذكره مصطفى بأن كل بوح بالسر سيقودهما معا إلى السجن، وأن عليهما أن يحتفظا بحريتهما ويحرصا عليها. ثم قال له: إن ذلك الشاب إنما ساقه قدره إلى ذلك المكان وفي تلك اللحظة التي كان يمران من هناك، هو قدره. ما لن يعلماه وهما في الطريق إلى طنجة لركوب السفينة والعبور إلى الجزيرة الخضراء أن أولاد حسون اكتشفت ما أن طلعت الشمس جثة الرجل. تم إخبار رجال الدرك وتسلسلت الإجراءات، ثم أذن لأهله أن يدفنوه في مقبرة أولاد حسون. خلف الرجل واسمه الطيب زوجة شابة كانت حاملا وبنتين. وضعت زوجته 3 أشهر بعد رحيله المفاجئ ذاك. كان ولدا أصر جده أن يحمل اسم والده. كان الطيب مزارعا بسيطا يحمل إلى الأسواق الأسبوعية القريبة ما تجود به القطعة الأرضية التي ورثها عن والديه، وبضع بقرات كان يحلبها لأهله ويبيع ما يزيد عن الحاجة. ثم تولت الأمر من بعده زوجته، ونسيت القرية الفاجعة، واستعادت الحياة وطيرتها. وحدهم أبناء الطيب وأرملته ظلوا يذكرونه كلما جاء العيد. ولم تفض الأبحاث التي أجريت إلى الذي قتل الطيب، لم يكن هناك شاهد. خلال السنوات التي تلت تلك الحادثة، كان مصطفى بن خميسة كلما جاء لقضاء العطلة في البراحلة يتذكر حين يمر بولاد حسون ذلك الشاب الذي صدمه بسيارته وقتله. كان يحس في نفسه ألما لا يقدر على البوح به. حين يكون في فرنسا منهمكا في عمله وغارقا في روتين أيامه، ينسى حادثة أولاد حسون، ولكن صورة الرجل الشاب كثيرا ما لاحقته. في العام 2000 كانت قد مرت 12 سنة على تلك الحادثة. كانت زوجة اليزيد قد توفيت منذ 3 أعوام، ولكنه لم يتزوج بعدها، وقيل إنه ما زال يحبها. بدت الفتيات اللواتي كن تنتظرن أن ترحل أو يطلقها، وقد خاب أملهن. في تلك السنة جاء بسيارته الجديدة ليمضي عطلته رفقة عائلته. مساء 8 يوليوز في حدود 5 بلغ اليزيد أولاد حسون. قرر أن يتوقف بالقرية. ها هو ذلك الشاب المتشح بعباءته المقلمة يظهر أمامه كالطيف. هذه قريته التي نسيته ربما بعد تلك السنوات 12. ركن سيارته في ظل شجرة. مرت بجانبه فتاة تقود بقرة، لفتت انتباهه. كانت ذات قوام وحسن لا يخفى. نظرت جهته على استحياء، ابتسم لها، ولكنها واصلت طريقها ولم تلتفت إليه ثانية. ظل يراقبها من مكانه. رآها تدخل سكنا غير بعيد. لا يدري ما الذي حدث له، أحس بقلبه اهتز لها. قرر أن يعود إلى أولاد حسون بعد أيام ليستطلع أمر تلك الفتاة. أمضى 5 أيام مع عائلته في بنغرير، ثم في 14 يوليوز قرر العودة إلى أولاد حسون. قبل بلوغ القرية ببضع كيلومترات استوقفه رجل مسن. لما أركبه قال إنه يريد إلى أولاد حسون. سأله إن كان من سكان تلك القرية. كان من سكانها. ظن اليزيد أن القدر جاءه بمن يساعده على معرفة من تكن تلك الفتاة التي اهتز لها قلبه، وكذلك أفضى له بما يريده في أولاد حسون. لم يكن يعرف اسما، ولكن يذكر جيدا الباب الذي دخلت منه تلك الشابة. قال له الشيخ: دلني على ذلك الباب وسأخبرك بمن هم أهله.
لما دله عليه قال له إنه بيت أسرة تحظى في القرية باحترام الجميع، وقد شجعه ذلك على أن يسأل عن بنت قال إنه رآها قبل أيام تدخل إلى هناك. صمت الشيخ قليلا ثم قال: هي البنت الصغرى للمرحوم طيبي، أظن أن اسمها زهرة. أضاف: هي التي تساعد أمها في أشغال الضيعة الصغيرة التي خلفها الطيبي. إذ ذاك أسر اليزيد إلى الشيخ بأنه ينوي التقدم لخطبتها. عاد من ولاد حسون وقد عزم على أن يستقدم أمه في الغد ليطرق باب المرحوم طيبي. يوم جاء يخطبها سيعلم من عمها أن والدها مات بعد أن صدمته سيارة. تنفس نفسا عميقا وأضاف: الذي صدمه هرب. أيقن اليزيد أنه في بيت ذلك الشاب الذي تركاه ميتا على جانب الطريق قبل 12 عاما. غريب ذاك الإحساس الذي انتابه وهو يسمع ذلك. ماذا لو يعلمون أنه كان برفقة الذي صدمه بسيارته؟ لن يبوح بما ظل يحتفظ به سنين طويلة. وافقت عائلة الطيب على تزويجه زهرة، لن تزف إليه قبل العام المقبل، كذلك كان الاتفاق. علم مصطفى بن خميسة أن قريبه قد تزوج، سأله عن أصهاره فأبلغه بأنهم من عائلة محترمة في ولاد حسون. لم يبلغه بأن تلك التي خطبها هي ابنة ذلك الشاب الذي صدمه بسيارته. مر عام وقد قرر أن يقيم زفافا يظل يذكره من حضره. كان مصطفى أول المدعوين ورافقه إلى ولاد حسون ليزف عروسه. اصطفت السيارات على جانب الطريق. كان مصطفى يتولى تنظيم الموكب الذي سيحمل العروس إلى بنجرير. أضواء تومض وطبول تقرع وزغاريد. لم ينطلق الموكب بعد. مرت به سيارة للنقل المزدوج مسرعة، لم تتوقف. كانت قد ابتعدت لما نزل رجال من السيارات التي انتظمت في الموكب. السيارة التي مرت صدمت مصطفى وألقت به إلى الجانب الآخر من الطريق. لما بلغوه كان يحتضر. وحده اليزيد كانت له قراءة مختلفة للذي حدث.